مرحبا بكم. كما قال السي رشيد طوسي، المباراة ما كانتش سهلة، المباراة كانت صعيبة علينا. احنا عارفين حجم المسؤولية اللي علينا. هادي كنقول أول مباراة ما لعبناش مزيان، ما كناش حاضرين. أسوأ مباراة كنا دوزنا في هاد السنة هادي، وأنا كنعترف بها. وكنشكر اللاعبين على الروح القتالية ديالهم اللي حاولوا يرجعوا في المباراة. أنا ما سوقيش في داكشي ديال الأربيطة شنو دار شنو ما دارش، حيت داكشي ما دخلش في خدمتي. أنا خدمتي هو تيران وداخل. عارفين المسؤولية اللي علينا، عارفين الضغط اللي علينا. الحمد لله أننا ناخذ المقابلة بجدية وبتركيز عالي وبحضور الجمهور ديالنا الكبير. غادي نحاولوا نهديوا اليوم هذا الانتصار هذا باش نكونوا في نصف النهائي إن شاء الله. ممكن تلعب مباراة بهذا الحجم وعندها طابع دولي، هذه مباراة دولية. المباراة يكفيك بأنه فريق الأهلي اللي غيلعبوا ضده تقريبا كل العناصر ديالو لاعبين دوليين، فهذا ولكن أظن بأنه كما سبق ذكر عميد الفريق السي محسن متولي بأنه ملي كتكون عندك يعني البسالة القتالية ديال اللاعبين اللي برهنوا عليها في المباراة الأولى بالرغم كان هناك أطوار فعلا خصوصا الشوط الأول قبل ما نسجلوا الهدف الأول سيئة أو ما كناش يعني داخلين في المباراة بشكل هذا، وهذا داعي للنرفزة. تظهر لي بأن في الشوط الثاني 21 دقيقة يمكن تحكمنا في أطوار المباراة حتى الهدودي خذا الورقة الحمراء، ولكن تظهر لي بأنه التخطيط لهذه المباراة لو بلان دو جو ديال المباراة ديال الذهاب ماشي هو ديال الإياب. حنا في الميدان ديالنا، حنا عندنا يعني هدف خارج الميدان، ولكن هذا ماشي 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 وحده غادي يكون أكيد بأن غادي نكونوا جميع ست سيناريوهات من ناحية الشكلة والتشكيلة ومن ناحيه كذلك حتى اطوار المباراه. لو شجعنا في الاول او تشجعنا في الاول فهذه كلها امور غادي يحتضوا فيها. واكيد ملي كتكون عملتي السيناريوهات كتبقى لها واحد العنصر جد مهم داخل الفريق. اول شيء بانه اللاعبين يكونوا منسجمين في جميع الخطوط اول شيء، وثاني شيء يكون واحد التوازن. خص التوازن، ما يكونش الواحد يعني غادي يمكن يهاجم يعني بالجهاله كما تنقولوا حنا ويهاجم هكا بواحد العشوائيه. اكيد بانك انت كتهاجم ولكن في نفس الوقت راك محطاط باش ما يسجل لك هدف، وهذا داخل يعني في اطوار ديال المباراه او في ما يسمى حاليا في كره القدم الحديثه في التحولات لي ترانزيسيون اللي كيداروا من الدفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع. اظن بان هذه كلها سيناريوهات اكيد كمدرب هذا. واخر خبر لان قبل ما نديروا الندوه الصحفيه كان هناك اجتماع تقني ما بين الفريقين وتقال بانه غندوز مباشرة لضربة الجزاء، ما كاينش شوط إضافية، وهذا معطى بالنسبة لي جديد. أكيد بأنه عندي حصة اليوم وغادي ودربت عليها في السابق، لأنه حتى المباراة ديال الكأس اللي كنا جرينا في السابق مع الرجاء الأمريكي استمرناها ضربة الجزاء. أكيد بأنه اليوم عندنا حصة كذلك في المساء، أكيد في يعني في الطبق غادي يكون ديال الحصة غيكون ضربة الجزاء. 2018 كابتن رشيد كنتي مع وفاق الصيف درتي باركور زوين، ولكن طرالك مشكل مع الاهلي المصري. هل نقدروا نقولوا غدا بروبليم صعب ودوز وتخل تفوز على الاهلي وتمشي للدومي فينا ان شاء الله مع الراجل؟ ما يوقعش لك بحال المشكل اللي وقع لك مع الصيف في 2018. فاكيد بانه ملي كتكون مريتي من التجارب الا ما خديتيش منها دروس راه ما كتكونش هذا. وانا دائما بالرغم من التجربه بالرغم من السن ديالي بالرغم من كل شيء، ولكن دائما كنستافد ودائما ابحث على ما هو جديد في الصحافه حتى الحوار كذلك حتى مع اللاعبين، لانه يوجد في البحر ولا يوجد في البحر. فهذا شيء جد مهم بالنسبه لي. اكثر من هذا بانه انا ما نقللش من قيمه ديال فريق الصيف، عنده تاريخ كل شيء، ولكن انا راجع في تاريخه كبير المكونات ديالو. الا قارنا غير اللاعبين حاليا فاظن بانه بغض النظر بانه يعني انا ركبت على فريق اللي ما درتش انتدابات فيه، يعني ركبت على فريق، ولكن انا كل ثقه وايمان في اللاعبين اللي كاينين، لانه اكيد ان شاء الله بانه الفريق ديال الرجاء ضد الاهلي ماشي هي ديال الصيف مع هذا، لان كل مباراه ما كانتش غير الاخرى. وانا بالنسبه لي كذلك رشيد طوسي 2018 اكيد ماشي هو رشيد طوسي ديال 2022. الله خير. تفضل سي عمر. تفضل تقدم في السن. لا باقي سن.
اولا احنا كعائلة مغربية اكيد غنكونوا خلف فريق الرجاء الرياضي البيضاوي باش يحقق نتيجة ايجابية وتأهل. عمر صريت الموقع الصحيفة سؤالك سي رشيد قبصي ماشي سؤال. كنعرفوا مباراة ربع النهائي كتحفز راسها براسها، يعني اللاعبين ما كيحتاجوش شي تحفيز كيضافوا، ولكن ما كرهناش نعرفوا لو ميساج اللي داخل اللي غادي ترونسميتي رشيد القبصي في الفيستير قبل ما يطلعوا اللعابة الأرضية ديال نكون بسيط معاكم، تنشكر لان قلتي ماشي سؤال وتانا باش نهضر سؤال ونديرو في نفس السياق ونكمل غير جمله، ما خصش يكون ليكسي، ما خصش يكون ليكسي ديال ديك لاموتيفاسيون، ليكسي ديال كل حاجه، خص الواحد كيما نقولو حنا قوتات تنفر، مازال باش يمكن هذا ما نكونوش اكسي، بوكو دو كونفيونس، بوكو دو اي حاجه اللي فيها اذا شيء اذا زاد شيء اذا زاد حده انقلب الى ضده. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.